او حرام تمشي واحد النفس بريئه انهم حرقوا كاك ظلما. لا هادو بشر، واش هادو غيحرقوا انسان؟ هادوك ماشي جزائريين، الجزائريين ما يديروش هذا الشيء. انا لو كان ينحوا لي الناسيوناليتي الجنسيه الجزائريه قابلها. بيني وبينك الجزائر مش حال هادي وهي عندها واحد المشكل سميتو المغرب. واش نقول لك اخي، واش نقول لك دروك الدوله السلطات الجزائريه دروك، انا واش نقول لك؟ على كل حال احنا وما عندنا واش نقولوا في ذاك الشيء. احنا رانا. واش راك خايف يعني؟ ما عندي ما نخاف، انا ما عندي ما عليها نخاف. على كل حال انا لو كان ينحوا لي الناسيوناليتي الجنسيه الجزائريه قابلها. ولكن انت شنو رايك في هذيك الحرائق اللي وقعت؟ ماشي هكاك دروك انت يا بلاد راك تقول باللي تا ودي حنا دوله ودوله ودوله ودوله، شعلت لك النار ما قدرتش تطفيها اخوي. افيك ميتو ريسبي، مع كامل احتراماتي رجعتونا بعد اللي كيما يقول لك قد اللي تكبر العين ما تكبرش على الحجم. بصح انتم صغرتونا بزاف، رجعنا هك. هذه هي اللي نقولها، هذا نداء للسلطات الجزائريه. الحكومه الله يهديها، الحكومه نطلبوا نقولوا للحكومه الله يهديها. على الاقل توفر طائرات لاطفاء النار يعني. الشعب الغني، الشعب شوف، البلد الغني والشعب الفقير. الله يهديكم، هذا ما نطلب منهم، انا نقول لكم الحكومه الجزائريه الله يهديكم. من بروكسل، لا الله يهديكم. ويلا خاصكم، ويلا خاصكم راقي نجيبوا لكم راقي. الحقيقة الله هذوك خوتنا بحالنا، بحالهم بحال المغرب بحال الجزائر. الله ياخذ الحق في ذوك المسؤولين اللي كيديروا واحد بحال حنايا عدوين لبعضياتنا، وحنا بالعكس اصلا النص ديال المغرب راه الاب. الضحايا كنقول لهم حنا قلبنا معاكم، ولكن باش كنتمنى من الدولة المغربية اللي هي بلادي اللي قريبة لهم، إذا كانت شي مساعدة. لا بالعكس، حتى الناس، حتى الشعب المغربي خصو يصيفط، خصو يحس بهم، لأن هذوك خوتنا. وكنتمناو منين تهد الصحراء هذه تحل، هذه المشاكل ديال الصحراء، يكونوا هاد الناس أول وحدين هما اللي يجيو يخدموا أصلا في الصحراء، لأن قريبين لينا. ونتمناوهم شنو نقول لك، الثروه ديالنا راه بحال الثروه ديالهم. المغرب قدم طائرات لاطفاء النار وداك الشيء وهذا، والجزائر رفضات. والله رفضات. ايوا سيدي شغنقول لك، الا داروا هكا خص الشعب تنوض وتهضر على حقها، لان بالنسبه للمساعدات راه ماشي للناس المسؤولين ديال الجزائر. الناس المسؤولين ديال الجزائر راه شبعانين، لا ما تعطيهم لا مساعدات، المساعدات ديجا واخدينها مني كانوا قابطين الصحراء ومستثمروا فيها، وتيجيبوا دول اخرين كتجي دير تدريب العسكري عندهم في بلاد في الصحراء، وهما هي اللي دايرين لها الامن وحامينها. يعني راه سي نورمال غيمشيو لبلاد اوروبيه، فهمتي؟ واصلا بزاف ديال اوروبا ما باغاناش اصلا نكونوا مع الجزائر مزيانين، لان كان بحال كنشكلوا لهم خطر. بيني وبينك الجزائر مش حال هادي وهي عندها واحد المشكل سميتو المغرب وسميتو الصحراء. هما كانوا باغيين يديروا بحال الشكل على ما اظن واعتقد بحال احنا الكويت والعراق، هادي اللي كانوا باغيين يديروا هما. شكون اللي قال بان هما اللي شعلوا هاد العافيه بالنسبه باش يبقاو في بان شافوا الشعب كله ضد الحكومه، داروا هاد العافيه باش الانسان يبقى دايخ مع العافيه ودايخ مع المشاكل الاخرى وينسى المشاكل الحقيقيه. لا هادو بشر، واش هادو غيحرقوا انسان؟ هادو بشر، باقي عاد تمد لهم يد المساعده. هادو ما اصلا خصهم يمشيو يداويو نفسهم من الداخل، لانهم كيهضروا غير بالعسكر وحنا وديت مشيو. البلاد راه زوينه، الجزائر تبارك الله ما شاء الله راه عندها تا هي عندها بزاف ديال الحوايج دياولها كثار من المغرب. احنا راه شنو عندنا؟ هما راه عندهم بترول، احنا ما شنو عندنا؟ يمكن عندنا احنا اركان راه كيسوى اكثر من البترول الا جينا نشوفوا، ولكن احنا عمرنا ما قلنا احنا عندنا المغرب.
تفتح الحدود بيناتهم؟ انا بالنسبه للحدود انا باغا الحدود يتفتحوا بيني وبينك، لان شفت قبل 20 سنه هذه شفت واحد المأساة ديال واحد العائله اللي رجعت للمغرب. هذه شحال كانوا رجعوا للمغرب هما وربعه ديال الاولاد ديالهم، اولاد غير الاب وما عندوش حتى فين يسكن، وسكن مسكين غير في حانوت هو ووليداته، وكنا كنعاونوهم، كانوا يعني كانوا الجيران كلهم كيعاونوا هاد الناس هادو، لان ما عندهمش ما ياكلوا. وكيفاش غتبغي كيفاش غادي كما غنقولوا حنا كيفاش غتشوف هاد الدوله غتزيد بشعبها القدام، انها كتبغي تنتقم في دقيقه، كتبغي تنتقم شي حوايج اللي ما كاينينش. حنا بالنسبه لينا حنا الحمد لله حنا والشعب الجزائري ما عندناش حتى شي مشكل، ما عندناش حتى شي بروبليم. انا كنتمنى من الله يديروا مشاريع في الصحراء ويكونوا اول موظفين هما الجزائر، الشعب الجزائري، لان الشعب الجزائري غادي يدمر بحاله بحال المغاربه بالقرقوبي بالحشيش بالمسائل الخايبه، وهما كيعيشوا وحنا كيديروا لنا مشاكل بيننا وبين بين الشعب ديالنا اللي اصلا حنا نساب. إلا جينا نشوفوا غنلقاو النص من المغاربة مجوجين بالجزائريين والنص من الجزائريين مجوجين بالمغاربة، وعلاش حنا غندابزوا على ود وحدين كياكلوا وكيشربوا وكيعيشوا كيمشيوا لأوروبا يتداواو، وحنا سي نورمال أوروبا راه ما بغاتناش نكونوا مع بعضياتنا، حيت حنا راه كنشكلوا لها خطر، كنشكلوا لها خطر. داك الشيء علاش أوروبا ما باغاناش نكونوا مع الجزائر خوت. وشكرا وسمحوا لي، ونتمنى من الله يكون هذا الميساج يوصل للناس المسؤولين. في التلفازة وشفنا عدد ديال القتلى، وهذا الشيء حز، والناس اللي ضاع لهم الأحبة ديالهم والعائلة يعني الصراحة هذا الشيء حز في النفس ديالنا، وكنتمنى هذا الشيء ما يكونش فعل فاعل كما صرحوا به في المواقع الاجتماعيه. اييه كان شفنا بان المغرب قدم مساعدات لخاوتنا في الجزائر وبانهم رفضوا، وحنا فاتحين لهم الباب ديالنا وفاتحين لهم القلوب ديالنا وتنحسبوهم دائما خوتنا وفيهم. اييه وتا يقولوا بان هذاك الشخص بريء، كنتمنى من السلطات يحقوا في هذاك الشيء، لانه حرام تمشي واحد النفس بريئه انهم حرقوا هكاك ظلما، وكنتمنى باش هاد الحرائق يعني تحيد في اقرب وقت ممكن. يعني ان ما كتوفرش وما جاوش عندهم السلطات ديالهم ما سولوا فيهم حتى شي حاجه، وهذا الشيء حرام، لان السلطات الجزائريه غافله على هذا الشيء، وان الناس كيضيعوا في هاد الحرائق. وكنتمنوا باش يعني يديروا الخدمه ديالهم ويعتقوا هاد الناس لانهم خوتنا وحبابنا. تنعزي كاع هاد الناس اللي ماتوا، وكنتمناو لهم الرحمه، وكنتمناو وكنعتبرهم خوتنا وحبابنا، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحد من هاد الحرائق. والناس حتى هي الا كانت هاد الشيء بفعل فاعل يعني راه حرام انسان الحيوانات والاشخاص والاشجار وهداك الشيء راه فيه مصلحه للبلاد، يعني ما كاينلاش الانسان يدير داك الشيء بفعل فاعل. وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يلطف بينا ويهدي الناس، هذا الشيء اللي كاين. بارك الله فيك. ماما موجوده بينا، هي عصابات تسرق كلها تنهب هذا. يعني كنشوفوا ضحايا، انت الا عندك رساله توصلها للضحايا اللي ضحايا ربي يرحمهم، هذوك اخواتنا الجزائريين. كارثه انسانيه وربي يرحمهم. اسماعيل ربي يرحمك خويا اسماعيل، الله يرحم اللي مات واللي خرب. على كل حال انا راني في بروكسل، بصح اللي راهم فما يحاسبوه. هذاك غلطوا فيه، هي لعبة سياسية. هذوك أخي اسمح لي مع كامل احتراماتي خويا، هذوك ماشي جزائريين، هذوك للفتنة فقط، هذوك ماشي جزائريين، الجزائريين ما يديروش هذا الشيء، الجزائريين معروفين بالقلب الكبيرة. باش يدخلوها في إسرائيل، هي دخلت هو ديجا، حتى إسرائيل طلبت معناها باش تدخل في تابعة منظمة الإفريقية، باش تدخل بشوية باش هذا يحبوا يعملوا الاتحاد الإفريقي، يحبوا يعملوا احتلال آخر. مش يحتلوا جابدهم الجزائر وتعديوا تونس والمغرب، الجزائر المغرب وتونس، هذيك هي الخطه نتاعهم فهمتي.
شنو هي الرسالة ديالك اللي باغي؟ الرسالة أنا للمواطنين العرب وكل المسلمين معناها سواء تونسي مغربي جزائري، يحبوا بعضكم، فهمتني، يحبوا بعضكم في الغربة، عملوا باهي مع بعضكم.